هذه المسألة، مما يؤدي إلى وجود حاصرة دائما دامية وخطرة على العاصمة دمشق، إن كان من دوما وحرستا وغيرها من المناطق. يعني هذا هو الوضع الحقيقي للأمور. وبطبيعة الحال بالحروب أحيانا يجري ما تشائين من مشاكل، لذلك يعني المشكلة الآن، ولكن هؤلاء لا يتهمون إلا الجانب السوري بأنه يقوم بقتل المدنيين وبقصف المدنيين. نعم. نعم شكرا دكتور إبراهيم زعير الأستاذ بجامعة دمشق. أصيب شخصان في سقوط صاروخين على بلدة كالس التركية قرب حدود سوريا من أراض يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي. كان ثلاثة صواريخ قد أطلقوا أمس على البلدة دون سقوط ضحايا، وتعرضت البلدة الواقعة مباشرة على الحدود مع سوريا لهجمات صاروخية متكررة في الأسابيع الأخيرة. دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم السلطات الثلاث العراقية والقيادة السياسية إلى اجتماع عاجل اليوم لمناقشة سبل إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد. يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه محتجون اعتصاما بحديقة مجلس النواب، وذلك بعد اقتحام مئات المتظاهرين مقر البرلمان احتجاجا على فشل النواب مجددا في الموافقة على تشكيلة حكومية من التكنوقراط عرضها رئيس الوزراء حيدر العبادي. من سيء لأسوأ تتجه الأوضاع في العراق على الأصعدة كافة لا سيما السياسية منها. آلاف المتظاهرين من أنصار التيار الصدري قاموا باقتحام مقر مجلس النواب في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة العراقية. جاءت عملية الاقتحام عقب فشل مجلس النواب مجددا في إقرار حكومة التكنوقراط التي طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي، حيث أرجأ البرلمان جلسته التي كانت مقررة للتصويت على بقية التشكيلة الحكومية إلى الأسبوع القادم لعدم تحقيق النصاب القانوني للحضور. وفي خضم غضبهم أسقط المتظاهرون جزءا من المنطقة الخضراء وبدأوا اعتصاما داخل مقر مجلس النواب، بينما أرسلت السلطات تعزيزات أمنية إلى المنطقة وأعلنت قيادة عمليات بغداد حالة الطوارئ في العاصمة على خلفية الأحداث. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من جانبه أعلن إيقاف أي عمل سياسي لكتلة الأحرار النيابية التابعة لطياره، وقال إنه لن يشارك وأنصاره في أي عملية سياسية فيها محاصصة حزبية حتى لو حملت عنوان حكومة التكنوقراط، حسب ما قال. وسيغير الله ما بقوم أرادوا التغيير الحقيقي، وفي كل ذلك الشعب هو المعني الوحيد لا غيره في اختيار مصيره، فإما بقاء الفاسدين والمحاصصة وإما إسقاط الحكومة برمتها، ولا يستثنى من ذلك أحد. أقاطع كل السياسيين إلا من أراد الإصلاح الحقيقي بكل شفافية وصدق. أقف منتظرا الانتفاضة الشعبية الكبرى والثورة الشعبية العظمى لتوقف زحف الفاسدين. ويسعى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتشكيل حكومة من وزراء تكنوقراط مستقلين لمحاربة الفساد وتحسين الخدمات في البلاد، لكنه يواجه معارضة الأحزاب الكبيرة التي تتمسك بالسيطرة على مقدرات البلاد. وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مراسل النيل تحسين طه. يعني تحسين، نتحدث عن بداية اعتصام للمحتجين في حديقة مجلس النواب، هل يرتبط تصعيد هذا الاعتصام من عدمه بمخرجات الاجتماع العاجل الذي دعا إليه رئيس البلاد مع الثلاث سلطات العراقية اليوم؟ نعم، أهلا بك زميلتي وأهلا بمشاهدينا الكرام. حقيقة الاجتماع حتى هذه اللحظة المرتقب ليس هنالك أي مؤشرات على عقده، رغم أن هنالك تصريح للسيد سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي قال بأنه سوف يكون من ملبين هذه الدعوة وسوف يكون من الحاضرين. باقي الأطراف لم يبرز لها أي موقف بأنها سوف تحضر لهذه الجلسة المهمة والاجتماع المهم المرتقب في بيت السيد محصوم أو في أي مكان آخر. لكن هنالك تعويل من بعض الأطراف على أن يكون هذا الاجتماع اجتماع يخرج بنتيجة مرضية وليس كما كان في الاجتماعات السابقة التي يعني تخرج بنقاط متشابهة عن غيرها ولا تطبق، وهذا يعني حقيقة ما أثار الجمهور وما جعل الجمهور لا يثق كثيرا بهذه الأطراف السياسية التي هي يفترض أن تكون صانعة القرار.
لكن السيد معصوم يوم أمس كان له في بيانه قاتلة أضاء على المحاصصة وقال بالنصب أن دفن المحاصصة يعني والقضاء عليها. لكن الغريب بأن الأطراف الكردية عندما نتصل بها تؤكد بأن لها حصة وهي حصة 20% وما يقارب 3 وزراء، والسيد معصوم هو من المكون الكردي ولا يخاطب بهذا الاتجاه. على الكل يعني على كل المعطيات تقول بأن التغيير سوف يعني يكون يفترض أن يكون شاملا. لكن أن مكتب الصدر اليوم أيضا أشار بنقطة مهمة وهي أن الشعب انتفض ولن ينتهي هذه الانتفاضة لن تنتهي إلا بالقضاء على الفساد والمفسدين، وهذه إشارة واضحة بأن لا رجعة ولا تراجع عن هذه الحركة التي حدثت مؤخرا. المعتصمون المتظاهرون ما زالوا متواجدون في المنطقة الخضراء وتحديدا في ساحة الاحتفالات، وقد افترشوا الأرض. قبل قليل جاءتنا صور تكشف هذه الحالة وتظهر هذه الحالة. أيضا عندما انسحبوا من مجلس النواب قاموا بتنظيف، يعني بعض المتظاهرين قاموا بتنظيف أروقة البرلمان في رسالة يبدو لأنهم يؤكدون على أنهم سلميين ولا يعني يأتون للتجاوز على الممتلكات، كما اتهموا من بعض الأطراف السياسية التي عندما هربت حقيقة يعني من خارج البرلمان ووصلت إلى أماكن آمنة قامت بالتصريح والحديث بأن هذه ظاهرة يعني وصفوها بالفوضى وما شابه. لكن بكل المعطيات السياسية وحتى الأمنية هنالك حذر وترقب، ونحن بانتظار ما ستؤول عليه الأحداث وما سيخرج به اجتماع السيد معصوم رئيس الجمهورية. وبالطبع سنتابع معك مخرجات هذا الاجتماع على مدار خدمتنا الإخبارية القادمة. تحسين طه مراسل النيل من بغداد كنت معنا عبر الهاتف مطلعنا على التطورات الأمنية والسياسية، شكرا جزيلا لك. تمكنت القوات العراقية المشتركة من تحرير قرية بشير الواقعة جنوبي غربي كركوك شمال العراق من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. وشاركت قوات تابعة للحشد الشعبي والبشمركة الكردية في عملية تحرير قرية بشير الاستراتيجية والتي تساهم السيطرة عليها في فتح الطريق نحو تحرير الرياض والحويجة بكركوك. مكاسب ميدانية جديدة حققتها القوات العراقية المشتركة على حساب تنظيم داعش الإرهابي في العراق. معارك عنيفة دارت في قرية بشير جنوب غرب كركوك شمال العراق، انتهت بتحرير القرية بأكملها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي الذي كان يسيطر عليها، ورفعت القوات العراقية العلم العراقي على البلدة. تحرير قرية بشير الاستراتيجية يساهم في فتح الطريق أمام القوات العراقية المشتركة نحو تحرير قرى أخرى بكركوك وهي الرياض والحويجة. كانت القوات العراقية قد بدأت عملية عسكرية من محورين لتحرير قرية بشير والقرى المحيطة بها جنوب غرب كركوك، وساهمت فيها قوات من الحشد الشعبي وقوات البشمركة الكردية. وفي شهر مارس الماضي شن تنظيم داعش الإرهابي هجوما من قرية بشير استخدم فيه الأسلحة الكيميائية على مدينة توز خورماتو بمحافظة كركوك العراقية، وأسفر عن مقتل عدد من المدنيين من بينهم أطفال. على جانب آخر تمكنت القوات العراقية من قتل أكثر من 90 إرهابيا من داعش خلال هجوم فاشل للتنظيم على قريتين بجنوب الموصل، وذلك حسبما أفاد بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية. محمد صعفان وزير القوى العاملة أن اليوم الأحد الموافق 1 مايو عيد العمال، وغدا الاثنين الموافق 2 مايو يوم شم النسيم إجازة للعاملين بالقطاع الخاص. وتحتفل مصر ودول كثيرة في العالم في 1 مايو من كل عام بعيد العمال، وكهما الوضع في مصر يكون هذا اليوم عطلة رسمية في بعض البلدان.
عرف العالم حقوق العمال منذ عام 1869 عندما دشن عمال صناعة الملابس والأحذية والأثاث والمناجم في ولاية فيلادلفيا الأمريكية منظمة فرسان العمل، وذلك كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل لتصل إلى 8 ساعات يومياً. واتخذت منظمة فرسان العمل الأول من مايو من نفس العام يوماً لتجديد المطالبة بحقوق العمال. وفي مصر يرجع العديد من المؤرخين تاريخ الحركة العمالية إلى نهاية القرن التاسع عشر، وبخاصة إضراب عمال السجائر عام 1899 لتزيد المطالبات العمالية خلال ثورة 19 وما بعدها لما شهدته مصر من انكماش الصناعة وزيادة معدلات البطالة. وعبر مقر الاتحاد العام لنقابات العمال في مدينة الإسكندرية عام 1924 أصبحت مصر شريكة للعالم في المطالبة بحقوقهم في يوم الأول من مايو، فقد نظمت مسيرات ومؤتمرات واحتفالات جميعها تضغط من أجل العمال، وذلك حتى قيام ثورة 1952. ومع تولي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر السلطة أخذت المناسبة طابعا رسميا، حيث أصبح الأول من مايو عطلة رسمية في البلاد اعتبارا من عام 1964. وبالرغم من أن النقابات العمالية ظهرت بشكل غير رسمي منذ أوائل القرن الماضي، إلا أن أول قانون يعترف بالنقابات كان القانون رقم 85 لسنة 1942، ليتطور القانون ويلغي ما يسمى بنقابات المنشآت عام 1959 ويتم الأخذ بنظام النقابة العامة على مستوى الصناعة المعمول به حالياً. ويقود الاتحاد العام للعمال المكون من النقابات العامة 25 الحركة النقابية المصرية، ويرسم سياستها العامة المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا، وتتمثل في الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم والعمل على رفع مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وختاما لنشرتنا هذا تذكير بأهم العناوين. البابا توادروس يستقبل اليوم المهنئين بعيد القيامة في المقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. تواصل القصف على حلب وكاري في جناب اليوم لبحث سريان وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية. محتجون يبدأون اعتصاما أمام مجلس النواب العراقي واجتماع طارئ للرئاسات الثلاث لبحث الأزمة السياسية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.